لازم تفكرون دائما من نطرح السؤال كلكم. يلا ها ليش ودا عيده هوايه. أيوة. واضح رقم 7 يرتبط بماذا؟ ايام الاسبوع وقوس قزح. وبعد استاذ غانم سوره الفاتحه 7 المثاني. شلون سوره الفاتحه 7 المثاني؟ 7 المثاني الفاتحه. سوره الفاتحه طبعا من اهم الصور العظيمه بالقران الكريم الجليل. وخلينا نشوف سوره الفاتحه 7 المثاني. ما جتي لانه الاستبيان ما اجى، يعني ما تذكروا انه يقرون سوره الفاتحه بس ما يعرفون 7 المثاني. فالسبع هنا ما اجت. وبعدين السبعه يردون شيء مرتبط بالرقم. ومحمد شو تقول؟ والله الوان قوس قزح ايام الاسبوع 7 بعد شنو رقم 7؟ شو يكون؟ محمد محمد دخيلك. هذا خطا اول صح. يلا اذا 6 هيام وانت امراه. احنا سالنا 100 امراه سالناهن وقلنا لهن ما هي صفات الرجل او الزوج المثالي، فقالا ان يكون الرجل خلوق او زوج خلوق اخلاق خلوق ايه؟ ان يكون خلوقا. خطا خطا ما اجب الاستبيان، ما رادوا الخلوق لربما ترادن خلي نشوف ايش رادن. هذا خطا اول. نذير شو تقول؟ التحصيل الدراسي. التحصيل الدراسي التحصيل الدراسي ان يكون حاصل على شهاده. عجيب هذه خطأين وراح يروح لكم من حقكم ان تتفقون. باقي 7 احتمالات. ما هي هذه الاحتمالات؟ واحد من عندهم لكم خطأين. سألنا 100 امرأة ما هي صفات الرجل او الزوج المثالي؟ الاول ان يكون وسيما وان يكون و كلمة واحدة هي. يلا كيف تبينين لشخص ما أنك تحبيه تحترميه؟ ورد هدي لها وردة. تهدي له وردة ممكن. أقدم له وردة. خطأ لأنه قال حكي على الهدية. هو أول ما قال هدية. فاطمة انتبهوا على السؤال وانتبهوا على الإجابات تطلع الخطأ والتي تظهر على اللائحة. شو تقولين فاطمة؟ كيف تبينين لشخص لامرأة أو لرجل بأنك تحبيه؟ أحترم رأيه، يعني أسمعه أحترم رأيه. أن أسمعه؟ أي يعني ما أدري ماكو يعني أن أسمعه؟ تمام أن أسمعه. خطأ ثاني. الآن تتفقون تقدرون وست هيام. أتصل عليه. تتصلين به؟ أتصل. خلينا نشوف. أن أتصل به. نعم أن أتصل يعني أن أتواصل، يعني أن أهتم به وبأخباره. صحته مضبوط. خوش نقاط. اذكري شيئا يمكن أن تجدين فيه جيوب. السترة. ها؟ السترة. السترة. الجاكيت. بي جيوب. خلينا نشوف والله. برافو. الاحتمال الرابع. القميص. ماردين ها؟ قميص. القميص. القميص أيضا فيه جيوب. صح. وأيسر شو يقول؟ حقيبة. شنطة. الحقيبة. الحقيبة بيها. برافو. الاحتمال السابع. الحقيبة. 3 احتمالات بعد من 7 احتمالات. واه نشوان ذكر ذكر زين. الأنف. ها؟ الأنف في جيوب أنفية. شرفك نشوان أنت خطير. أنا ما أدري بس شنو علاقة الجيب بالبنطلون بالجاكيت بالحقيبة بالأنف. الأنف. برافو. والله جميل. انا استغربت ولا منتبه ولا اعرف شو الموضوع. جيوب. يلا اذكري لي حيوان من الحيوانات الاكثر تسلقا، يعني على الاشجار على البنايه. ما اعرف. القرد. قرد. القرد صح طبعا. قروده. الاحتمال الثالث لربما نعرف الاحتمال الاعلى من ساندرا. شو تقولين؟ تسلق. اها اها ساندرا يلا يلا وقت. الحيه. ها؟ الحيه. الحيه. الافعى. الافاعي. هل تتسلق؟ يلا صح.
والافاعي الاحتمال السابع الخروج هو الذي جاء باحتمال ضحى اللي قالته. ضحى تحولين السؤال لهم لو نجي وياكم، قرري من حقك. لا ويانا ليش؟ ها؟ لا قلنا لكم فاطمه. فاطمه متهيئه شطوره فاطمه، عافيه فاطمه. اذا تفضلي الضحى وتفضلي ساندرا، اذكري لي عقوبه واحده او اجراء تستخدم لمنع حريه شخص او الحد منها، يعني يا اما تمنع حريته او يحدوا لبعض الوقت او لوقت قصير او طويل. شنو هاي العقوبه؟ الحجر. قلنا السجن. ها؟ الحجر. الحجر. أي. الحجر. نعم برافو. ونذير الاعدام. انت غير قاضي يا ستار، يعني انت كل عقوباتك اعدام. الاعدام خطا والحمد لله. ادري يعني تريد تحد من حريه شخص، ها تعدمه ليش؟ قاضي قاضي. وضحى شو تقولين؟ سجن هجر. وقت ما عندك ضحى، ترى نجيب بالي شيء. اذكر عقوبات واجراء او اجراءات تستخدم لمنع حريه شخص او الحد منها. غرامه. ممكن غرامه. الغرامه. الغرامه. استاذ نجوان، عدا سباقات الركض اذكر لي نوع من انواع، اذكر لي نوع من العاب الساحه والميدان، احدى الرياضات اللي تمارس بالساحه والميدان ما هي؟ رمي المطرقه. رمي المطرقه. نشوف رمي المطرقه. جاء هذا بالاحتمال الاخير، الاحتمال الثامن. وساندرا القفز العالي قالوا. وقت زانه نعم قفز الزان. اي ليش ما تقولين قفز الزانه؟ قفز الزانه. قفز الزانه. برافو. الاحتمال الرابع وماردين الوثب العريض. الوثب العريض. إيه؟ خلينا نشوف الوثب العريض. صح، الوثب العريض اللي هو طويل. نعم ايسر رمي القرص. رمي. اذكر طبخات ومأكولات يدخل فيها الخيار. السلطة. مرادف أو شبيه لكلمة سعيد. حزين. أشياء نجلس عليها في البيت. كرسي. ماذا يخطر ببالك وأنت ترى صورة نخلة؟ تمر. 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 كلمة نقولها للاعتذار. عفوا. شكرا جزيلا. خمس ثواني وأقل أجاب عليها الأخ أيسر. خلينا نشوف الدرجات اللي حصلها. تفضل تعالنا. ممتاز اخ ايسر، خمس اسئله سالتك اياها. نعم. ان شاء الله تكون اجاباتك دقيقه والكمبيوتر يعطيك درجات عاليه ان شاء الله. السؤال الاول كان هو اذكر طبخات وماكولات يدخل فيها الخيار. ايش قلت؟ سلطه. 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 والسلطه جابت لك 30 نقطه. برافو. باوع باوع اتبع علي. باوع هناك هناك باوع. السؤال الثاني هناك باوع. شوف راح تقول لي انت. مرادف او شبيه لكلمه سعيد. قلت حزين. هذا الاوبوزيت العكس.